صباح الخير غزالات زوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اخباركم بخير على خير؟ المهم البنات راني في لاكار ديال الترام. المهم باقي الحال دابا يلاه 8، ولكن جيت بكري باش راكم عارفين ديما خصو يجي بكري في المحطة. المهم عندي التي جي في عندي مع 10. المهم خليكم معانا، انتوما معايا، نديكم معايا فين ما مشيتي. يلا صافي غزالة، شنوريكم برد الداخل برا كاين برد. صافي دخلت هنايا جلسة، بعدين ممنوع تاكل هنا، من اي حاجة ديرها ماما ينجلسو. صافي هي صافي عندنا. المهم هذا مكان، نمشيو نمشيو نشوفو الدنيا عاوتاني ندير هذا. المهم منحرقوش المراحل. وصلنا حنايا، وصلنا كنتسناو غا شي حد يجي عندنا من لوطيل باش يهزنا، حيت معرفناش لوطيل البلاصة بالضبط. المهم الغزالات هانتوما، حنا في واحد الجاردان كبير كبير دابا. المهم هانتوما معايا، يلا البنات شحال نقول لكم. جيت لوطيل شتو، شوف هنايا داير هادشي ديال التعلق. لوطيل بحال القفز، سي 50 أورو وكل القفيز حتى البرد ما هزهمش. هانتوما كتشوف كيضحك عليا راجلي. هنا قالك عندهم هاد لا هادا، وعندهم هاد الدوش هذا هنايا خلاوها زعما 50 أورو قالك، حيت جاني هذا في سونتخفيل وما كنعرفوش. وما كان صراحة كون شفت كان إيبيس كان، ولكن هادوك كتعرفو كيكونو خارجين على المدينة وصافي. وطلة د لوطيل هي هادي، هذا مكان. وهادشي منين شفتو ملي كنت كنريزيرفي فلانت البارح، وكيبان هادشي واعر، كيبان هادشي كبير، وراه هادشي بحال القفز. إيوا المهم عندنا ما نديرو، غادي نقضيو. باش نقول لكم حنا المهم خرجنا من لوطيل، غادا نشوف هذوك لي زادريس اللي عندي، اللي فيهم عندي رونديفو، عندي رونديفو غدا، عندي رونديفو غدا غدا، يعني خصني نشوف دوك لي زادريس باش نكون عارفه فين نمشي، ماشي حتى الاخر وعاد نبقى نقلب. ايوا صافي. المهم دابا راه المدرسه الاولى عرفتها، المدرسه الثانيه البوليسي ورانا حنا غاديين. ايوا صافي، باش صافي كل حاجه نعرف الموطع ديالها ونرجع للوطيل. يلا هانتوما معايا الغزالات. ايوا صافي البنات، المهم مشيت درت لي طادي ليو للدار. المهم الدار صراحه غير يسلكوا عندي، واخا المهم ماشي زوينه زوينه صغيوره وداكشي، ولكن ضروري خصني نقضي باش نخرج من الاوتيل. ايوا صافي. ومنين جينا للدار جبت الدجاجه، المهم درت مع الفرماج، حطيت الليمون والماء والخبز، فرشت شوفوا فرشت هادي، راكم عارفين ما كاين دابا هنا في لوطيل ما كاين حتى حاجه، فرشت هادي باش ناكلو عليها. ايوا صافي. المهم يا الغزالات، الطبسيل جبتو معايا. الموس جبتو معايا، راكم عارفين قلت لي الطبسيل اي حاجه جبتها معايا في الباليزه. ايوا صافي الغزالات، هذا مكان. يلا المهم صباح الخير الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم بخير وعلى خير. المهم كي كتشوفو دابا راني في الريسيبسيون ديال لوطيل. هانتوما كي كتشوفو الصباح هدا. المهم جاب لي راجلي الفطور، غادي نفطر هنايا. عندي هنا الحليب بالشوكلاط، عندي عصير الليمون، وهنا هاد الخبز هدا بالشوكلاط، داك الخبز كيكون مطفي بالبيض وداكشي. المهم غنفطر مع الغزالات ديالي ونرجع لكم.
هانتوما الغزالات ها فين سكنت ها البلاصه كامل عامره ب فوالا البنات من بعد ما فطرت المهم هانتوما كتشوفوا هنا هي لي زارين دو نيم هنا البنات زوينه هاد البلاصه واخا الديور ديالها صراحه قدامين داكشي راكم عارفين السونتر ديما كيكونوا الديور قدامين وداكشي بالحق ماشي مشكل قريب لكل شيء وزوين يعني كاينين مآثر هنايا عليكم فن 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 هاد الشيء غزال 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 المهم عجبتني نيم انا الصراحه ثم البنات الغزالات هانتوما كي كتشوفوا فن يعني غزالة شي مهم باقي ما نوريكم ان شاء الله دابا انا يلا غنستقر هنا وهداك الشيء المهم كي كتعرفوا يلا درت واحد الدوموند على واحد الدار وانني باش نديباني شديت غير واحد استوديو دابا استوديو صغير المهم ماشي مشكل اصلا الفراش ديالي بعتو وداك الشيء يعني تنشري فراش جديد على فصاله اخرى عاوتاني ايوا صافي البنات المهم هذا مكان دابا كيف لقيتوني اليوم كي قلت لكم اليوم غنمشي للنيم النيس نيم نيس كندوخ بيناتهم اليوم غنمشي للنيس غنمشي نجيب شي حاجات ديالي خاصني وعندي غدا واحد رونديفو ضروري خصني نمشي ندوزو تما في نيس ايوا صافي هذا مكان المهم هذا هو الزنيقه اللي غادي نسكن فيها ان شاء الله هذا مكان نرجع باش عاد غيكون نصبغ داك الاستوديو نكشف عليه شويه راكم عارفين ضروري كان ساكن فيه شي واحد ما نعاود لكمش كيف راه هو داير مهم الثمن ديالو مناسب ولكن قديم قديم بزاف غادي نعاود له كلشي ان شاء الله باش ما نسكنش فيه موسخ وداكشي كي عرفتو ما نقدرش على الوسخ ديباني فيه ولدي راه معلوستي ايوا صافي عادي بنادم راه هو هذا ملي كيتحول شي بلاصه راه كيبدا من اول وجديد صباح دابا كيف كتشوفوا في نيس راه جيت نقضي الشغارات ديالي المهم نحول الاسفير ديالي غادي نحولو نشوف واش غنرد لهم لي بواط ولا نديهم معايا المهم هنا هنايا دابا حيت كما صحابنيش في نيم كاين لي بواط ملي لقيتهم هنايا دابا غادي نشوف جيت دابا كنتسنى راه كيعيط باش يعرفني واش نديهم ولا نردهم المهم هذا مكان الغزالات ديالي يلا خليكم معايا دوزوا معايا النهار النهار ديال تم بجد غزالات من بعد ما ساليت كي كتشوفوا راني ولدي داي هكاك بغا يشري ما عندكش الحق الداخل وانتم شوف راه غادي كيزحول باش يشري الديناصور شريتيهم سي بون ها ميرسي ميرسي ميرسي